اهلا بيكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه جديده من فقرتكم اللي بتستنوها مع دكتوره طهر الهيطه استاذ الجلديه والتجميل بطب القصر العيني. والنهارده بقى هنتكلم عن فكره الخطوط اللي ممكن تظهر في الوش، التجاعيد بالمعنى الدقيق بتاعها. في ناس بتقول لك ان دي بتدي جمال وبتدي حلاوه لانه بتبقى الوش طبيعي، وفي ناس تانية بتشوف ان هي بتعجز وان هي بتاكل من الجمال والحلاوة، وبالتالي يحبوا ان هم الوش يبقى خالي من اي خطوط واي تشققات واي تجاعيد. يعني في كل الاحوال احنا متجهين ورايحين على الطبيعي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن ازاي نخلي الموضوع شكله مش مؤذي للعين او ما يضايقش الست وهي واقفة حتى تبص لنفسها في المراية ان هي يعني بتعجز او كده. ايه دكتوره طهرة، هنعجز ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. بصي، تقدري تشتغلي في حاجه ما بتحبهاش؟ لا. طيب تقدري تشتغلي في حاجه انت بالذات، هو ناس كتير بتشتغل في حاجات ما بتحبهاش، بس انا عشان عارفه الشخصيه اللي انا بكلمها وعارفه ليه الناس بتحبك، بيوصلوا لك سلامات كتيره قوي من عندي في العياده، بس عشان الامانه توصل. ماشي، فما تقدريش تشتغلي حاجه انت مش مقتنعة بيها. ما اقدرش اقنعك بحاجة لو انا مش هعملها او لو انا مش مقتنعة بيها 100%، او لو مش دي من اساسيات حياتي. صح ولا غلط؟ ايوه صح. طيب، نوعين من الناس بشوفهم في العيادة وبشوفهم في الحياة. أوكي. ناس بتحب تشوف علامات السن وبتبقى براود بيها. خلينا نتكلم على الناس اللي هي ايه، معلش مش هتكلم في حقيقه التجاعيد بالذات، على الناس اللي ظروفها الماديه ما تسمحش قوي، لان علاج البقع بتاعه الحلقه اللي فاتت وعلاج سقوط الشعر اللي هنتكلم عليه بعد كده وعلاج حاجات كتير دي اساسيات. لكن احنا لما هنتكلم على علاج تجاعيد بنتكلم على ايه؟ رفاهيات. ولا انا غلطانه؟ والله لا، مهما كان يعني انت النهارده ظروفك الماديه صعبه قوي 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 وشعرك بيقع جامد، هقول لك على حاجه، ممكن تبيعي غويشه عشان تصلحي شعرك اللي بيقع. في واحده ممكن تبيعي غويشه عشان مش عايزه تبقى معجزه مثلا، او انا ما برضاش ان دول بقى، انا اتعلمت مع الزمن، انا قديمه، انا ما برضاش لاني انا في حاجات ضروريه. اصل لو نفسيتها تعبت واتضايقت واكتئبت ماشي، بس معلش. بس برضو في لوجيك. اللوجيك بيقول ان انا لو انا وشي مبقع فدي بتتعبني نفسيا وشكلا، وكل الناس هتسال. صح ولا غلط؟ لو انا سني 20 او سني 60 ووشي مبقع، الناس كلها هتسالني على البقع اللي في وشي. لكن لو انا سني 60 او 50 ما حدش هيسالني على التجاعيد اللي في وشي. ولا انا غلطانه؟ لكن هبقى انا متضايقه. في فرق، صح؟ فانا من النوع اللي لو بنتكلم عن الناس اللي هي ظروفها الماديه معقوله، معقوله، الناس اللي ظروفها الماديه معقوله، مش هقول الاوفر خالص خالص، بتكلم على البيت المصري العادي المحترم. البيت المصري العادي اللي ظروفه الماديه معقوله، في ناس بتعشق ظهور علامات السن على وشها وبيجوا لي وبشوفهم. بتعشق؟ وبتقول إيه الأفوارة دي؟ يس بشوفهم، يعني بيقول لك الحمد لله رضا، بشوفهم. انما تعشق شكلها وهي معجزه. تصدقي انا بشوف في العياده على الاقل 20% من السيدات اللي بيجوا لي، لان انا دكتوره امراض جلديه وتجميل، جايه عشان شعرها بيقع مثلا، وشها مليان تجاعيد، هي اوريدي دافعه كشف، فانا اسالها اقول لها تحبي اكتب لك بروتوكول التجاعيد للبشره واقول لك وشك محتاج ايه؟ تقول لي لا لا انا مبسوطه بوشي جدا. انا بسال لاني هي دافعه لي كشف وجت يا حبيبتي لغايه عندي وقعدت انتظرت كتير، فببقى عايزه اخدمها، بقولها من باب الخدمه ان مش هخس حاجه غير ان انا هكتب. قالت لي لا 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 ده انا مبسوطه قوي باللي انا فيه ده. انا بحب الطبيعي يا دكتوره. الكلمه دي بسمعها تقريبا من 20% من الناس. طيب انا مش من الناس دي. ايوه انا بقى كطهره، انا احب ابقى طبيعيه في ان لما اتكلم اعرف ارفع حواجبي. تمام، ما تعمليها ليش بوتوكس فروزن، بس ما بقاش صاحيه عندي 11 هنا فاعمل بوتوكس عشان ما يبقاش عندي 11 سبت. لما اضحك خطوط تظهر، بس مش ضروري 70 خط يظهروا.
بس احب خطوط تظهر، او الخطوط موجوده من غير ضحك. ما بقى دي بقى هي هو بقى ده اللي انا بقوله لك، ان انا كطاهره ليه انا بحب يتعمل لي من زمان، من وانا عندي 35 من زمان كتير شويه بوتوكس وفيلر مع الكريمات، وهقول لك على بروتوكولات الكريمات وكميات قليله قوي. ليه؟ انا بدات من زمان قوي وكميات قليله قوي، عشان كده شكلها طبيعي بالظبط. لكن عايزه اقول لك ان كل ما ابتديتي كريمات بدري، كل ما نطيتي قوي، جيتيلي بخطوط تعبيريه اثناء التعبير كتير قوي هعمل لك جلسات مع كريمات، جيتيلي بخطوط ثابته هقول لك اصرفي في الكريمات قد كده واصرفي في الجلسات قد كده. طيب هقول لك شويه كريمات. ادينا بقى الكريمات بتاعت التجاعيد. طيب اديك شويه كريمات. الاول هو يعني ايه التجاعيد اللي لازم لها كريمات، وايه التجاعيد اللي ما ينفعش معاها كريمات ولازم لها جلسات؟ خليني اقولهم لك. اولا الكريمات اساسي، هي الحل من اول سن اوائل العشرينات لغايه نقول ال 35 خلاص. في الناس العاديه بتبقى كريمات بس، حلو، ما بيبقاش فيه جلسات. في الناس العاديه في اكسبشنز لكل حاجه، في عائلات بتعجز بدري جدا وبتحتاج حقن، هيعجزوا لكن 20 سنه لا، على 31 و32 بشوف علامات سن وبعمل بوتوكس في 10% من العياده. عائلات صغيره خالص بيضة قوي، عارفه الجلد الاسكندنافيانز، العائلات اللي هم الاتراك واخدين الجين التركي. فاحنا بنستعمل الكريمات فقط لا غير عادة من اول سن العشرين لغاية سن الخمسة وتلاتين. ببدأ ادي حاجة زي ايج بروتكت سيرم، ده سيرم للوش. طيب الوش دهني، يبقى الايج بروتكت سيرم لوحده زي الفل. والصبح هحط كريم الشمس، يعني انا هحط الايج بروتكت سيرم الصبح، استنى 5 دقايق واحط ورائي الباري سان. الباري سان اللي هو البخاخ، اللي هو البخاخ. اوكي خلاص، الباري سان السبراي البخاخ. طيب ده لو انا ايه، لو انا الصبح. طيب بالليل هعمل ايه؟ بالليل لو انا البشره دهنيه هكتفي بالايج بروتكت سيرم فقط لغير. لو انا البشره مش دهنيه وجافه هحط زيموس كريم كمرطب صبح وبالليل. زيموس يعني احط مرطب بس. زيموس ده مرطب بيتكتب اكس اي، عشان الزيموس ناس كتيره بس وهي بتكتب ورايا اكس اي. خلاص زيموس، زيموس ده مرطب. طيب المرطب ده بتاع وش بس، بتاع وش ورقبه وايدين وركب وكعان وكل حاجه. خلاص زيموس كريم، زيموس كريم ده مرطب له علاقه بموضوع التجاعيد ده ولا ملو يعني؟ مرطب اساسي. هو ما فيهوش حاجه ضد التجاعيد، بس هو عمود اساسي لان الجفاف الزياده بيزود التجاعيد. خلاص، فانا عندي الايدج بروتكت سيرم من ميزاته ان هو بيحمي من البلو لايت بتاع الكمبيوتر ومن اللابتوب. وعندي الزيموس كريم من مميزاته ان ما فيهوش عطور. وانا الناس اللي بشرتها حساسه لا تتحمل الكريمات المرطبة اللي موجودة في السوق. هتقولي بقى اللي هي الشركات ايه، وبيجيلي ناس في العيادة انا بجيب معرفش ماركة ايه وماركة ايه وماركة ايه. حبيبتي الحاجات دي كمرطبات رائعة رائعة رائعة، بس لو بشرتك حساسة الحاجات دي كلها فيها عطور ما هياش ميديكال. فلو بشرتك حساسة اوعي تفكري تستعملي الماركات اللي بتشوفيها في الاسواق الحره والكلام ده. التجاريه اسمها التجاريه. يبقى الماركات التجاريه الانتي ايجينج بتاعها. انت عارفه في ماركات تجاريه الانتي ايجينج بتاعها دلوقتي بيصل ل من 2000 جنيه ل 5 و7000 جنيه بسمع وبشوف في الاسواق الحره علشان اسم الماركه. تمام، وانسي النتيجه، بيبقى ميزون بتاع برفانات وبيعمل الحاجات دي. اديكي عرفتي. خلاص، او بيخترع برانش المهم. فانا بتكلم دلوقتي على ان الزيموس ده مرطب طبي. طبي. عندك اكزيما استعمليه، عندك جلد ناشف استعمليه، عندك عايزه ترطبي بعد ما تحطي كريم التجاعيد استعمليه. ايدين، ركب، كعان، اطفال عندهم حساسيه، شوفي
اطفال عندهم حساسيه. زيموس ده يمشي في يمشي. لانه طبي وملوش ريحه ومعمول من حاجه اسمها اوثر مال بتاعت يورياج من ضمن فاهمه. فالمهم يعني له قصه كده. فاحنا عايزين بس نقول ايه، ان انا دلوقتي اللي هستعملهم كريمات بس هم اللي من 18 او 20 ل 35 وهستعملهم الايج بروتكت سيرم. ما بيأخر التجاعيد؟ ده بيأخر التجاعيد جدا، وبالذات لو استعملته مع مرطب وبالذات لو خدت معاه كولاجين بالبق. طيب 35 فما فوق عندي بدأ الخطوط تظهر وانا بتكلم وانا بضحك بس مش ثابته، صح كده؟ هنا البوتولينم توكسين انجكشن. مين البوتوكس؟ ده اللي هو البوتوكس. تمام. اصل بوتوكس دي كلمه تجاري. قلتي لي بقى تختار ايه؟ طيب المهم اسمها هو بوتولينم توكسين انجكشن. البوتوكس دي كلمه تجاري. عرفتي يعني مثلا كلمه كلينكس؟ ايوه دي شركه، ما احنا عارفين. فهمتيني؟ كانت بس بقى. المهم لكن احنا كلنا بنقول عليه ايه؟ البوتوكس. بنقول عليه كلينكس. بنقول عليه الكلينكس صح، مهما كان اول ملكته. واحد عمل الكلينكس كان اسمه كلينكس فعلا ساعتها، صح كده؟ ده قصدي ان انا دلوقتي هو البوتوكس دلوقتي عندنا ماركات كتير محترمه. فهمتي؟ فالبوتوكس ده ماركه لكن هو اسمه اصلا بوتولينم توكسين. والناس اللي مش فاهمه الفرق بين البوتوكس والفيلر والحاجات البتاع وحاجات البوتولينم البللم البللم اللي انت بتقولي عليه ده. طيب ماشي. ده ايه بقى؟ انا لو عندي علامات ثابته هخش في مرحله اخرى هقولها لك، لكن لو عندي علامات لما اجي اضحك بتظهر خلاص، دي هنكمل نفس الايج بروتكت كريم بتاعنا. وهنبدا بقى اعمل ايه؟ اعمل شويه جلسات خلايا جذعيه للنضاره. اعمل حقن بعض انواع الفيلرز المغذيه، حاجه اسمها ريستيلان فيتال مثلا، ده فيلر مغذي مش فيلر بيملى. مش كل الفيلرز بتملى. مش هو بيملى ومغذي ولا هو مغذي بس؟ في يعني هيعمل شكل، هيعمل فرق في الشكل. في فيلر بيملى ويغذي. وفي فيلر بيغذي ويملى. يملى قليل. عرفتي عرفتي بقى؟ بالظبط. في ماركات كتير وعلى حسب الدكتور ما بيشوف ايه اللي بيناسب البشره. عرفتي قصدي؟ فاحنا بقى هسالك سؤال كده جه في بالي. بيجي لك عرايس بنات كتير دلوقتي بيتجوزوا فوق ال 35. طبعا كتير يعني. وفي بيتجوزوا 40 وكده. بيجي لك بقى بيعملوا يعني كله. ما هي بتبقى عايزه بقى في فرحها تبقى يعني من حقها. اظن دي من حقها، انه يعني تبقى في وشها كده صغران ومحلو. خريطه شغلي اتغيرت اخر 5 سنين. صح تماما. يعني ايه خريطه شغلي اتغيرت؟ حتى لو مش عروسه وحتى لو مش متجوزه او متجوزه، دلوقتي انا السن اللي اكتر سن بيحقن عندي في العياده اوائل الثلاثينات لنص الخمسينات. اكتر سن بيحقن عندي في العياده اوائل الثلاثينات ده. بكلمك على الفيلر والبوتولينم توكسين. حقن النضاره وفيلر تحت العين من سن 18 فوق ما تتخيلي. من 5 سنين وقبلها كان اللي من سن 18 ده بعمل له علاج لحفر حب الشباب. اعمل لها حقن لحفر حب الشباب، اجهزه ازاله شعر بالليزر. كان السن ال 18 وال 20 وال 25 ده ما يسالش غير على ازاله الشعر بالليزر وايه؟ والحفر بتاعت. النهارده خلاص. سن من 18 ل 25 عندهم كم من الحفر والهالات السوداء. فاكره قلت لك ديبيدرم عامل حاجه اسمها ديبيدرم اي كونتور؟ ايوه ده بتاع العين من اول السن الصغير. فهمتي قصدي؟ ده بتاع العين من اول السن الصغير. فالخريطه اتغيرت خالص في شغلنا. تمام. الاجهزه والسن، معرفش عندك وقت ان احنا نتكلم على السن اللي اكبر ولا دي بقى أديك. عندي حبه شويه. عندك حبه شويه. طيب السن اللي اكبر بقى هيحتاج كريمات. هيحتاج كريمات عشان تعمل ايه؟ علشان تثبت الوضع السيء الحالي. ما تقوليليش ان انا وصلت ان عندي خطوط ثابته ثابته في وشي وفي كريم هيصلحها. قولي لي ان انا لما بضحك بتظهر الخطوط، اقول لك الايدج بروتكت سيرم هيصلحها شويه. لكن قولي لي الخطوط حفرت في وشي
طب انا بقى جايبالك من الاخر واللي جايالك فوق ال 55 ما لهاش دعوه بالسن، هي ليها دعوه، لانها لو بتستعمل حاجه زي الايدج بروتكت سيرم من وهي صغيره واللي جايالك مش هتجيلي عندها خطوط في سن في سن كبير، ما انتي بقى من السن الكبير وسايبه نفسها وسايبه نفسها ما عملتش حاجه ولا حطت كريمات ولا كده، تتصرف ازاي او تعمل ايه؟ على فكره واحده لطيفه جدا 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 اخت حد انكل يعني عندها 69 سنه كان فرحها والله العظيم كان فرحها من كام يوم وهي قمر وطعمه ومتجوزه حد عنده 72 سنه والله يعني هم جدود وهي جوزها ميت والراجل مراته ميته طبعًا. بس هما شيك قوي وناس لذاذ وهي زي القمر وكده فيعني عادي، وكان فرحهم في جنينه كده لطيفه كانوا قمر قمرات الاثنين والله العظيم. هي اكيد عامله شويه حاجات في وشها كتير طعمه طعمه لانها عامله حاجات جايبه كده وشها طعم وخدودها حلوه ومش عارفه راحت لحد بيحقن ناتشرال فعادي فلما نقول انه اوكي يعني عارفه 69 سنه والله وكان فرحها انا بس عايزه اقول لك ان احنا على قد ما انا اكتر ناس في العياده عندي دلوقتي اللي بيحقنوا السن الصغير اللي بقول لك من سن اوائل الثلاثينات دي اكتر ناس، ده مش معناها ان انا ما بحقنش للناس اللي هم فوق ال 65 اب تو 85. طيب وكتير هقول لك بنعمل ايه؟ اديني بقى كده بص يعني دي لو جات لك ومش عامله حاجه خالص تعمل ايه بقى؟ انا صريحه ورزله مكلف 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 علشان ما بقاش قاعده علشان اقول للناس دي يا جماعه تعالوا لي العياده ده الحكايه سهله حرام عليا ناس كتيره سمعنا وربنا سمعنا اللي الخطوط ظهرت وكتيره بنعرف نحلها ليا كومبينيشن من انواع حقن فيلرز انواع حقن فيلرز وانواع حقن بوتوكس. تغذيه انواع حقن فيلرز وانواع حقن تغذيه وانواع جروس فاكتورز على جلسات على خيوط على تقشير على اخر خطوه كريمات كده الموضوع ممكن يتكلف لا اديني كده لا مش هقدر اديكي لان مش كتير هقدر ها؟ لا كتير لا كم كتير يعني لا كتير لا يا كتير مامي؟ بس بالنسبه ايوه يعني ما تعرفش هي مثلا تجيلك مثلا اقول لك كل شويه طب انا هقول حاجه في ناس كتيره هتفهمها اللي هتيجي في السن ده عايزه تزيل اللاينز دي كلها احنا بنتكلم على واحده عايزه تحسن الدنيا قوي ظروفها الماديه اكيد هتكون بتسمح ماشي ما هو بتمن شنطتين من اللي بتروح تجيبهم بس انا دايما بقول لها كلمه شنطتين من السينيه اللي بتروح تجيبهم فالناس دي كلها دلوقتي فاهماني ليه لا اصل شنط السينيه بقت كارثه قوميه دلوقتي عرفتي انا والاسعار بقت كوارث دلوقتي والله فخلاص. ناس كتيره قوي بتكلمني وبتبعت لي وبتجيلي العياده تقول لي حضرتك زي ما تكوني بتطفشي الناس انها تجيلك عيادتك مش عشان ما بنحبكيش علشان خاطر انت بتقولي للناس انه غالي يا جماعه فبجد انا مش هدفي ابدا ان انا اطلع عشان اقول للناس خالص لا تعالوا كل حاجه بسيطه في حاجات كتيره بسيطه لما ببدا كريمات هو غالي كده ليه؟ غالي كده لان الحقن المحترمه اللي بتعيش سعرها غالي ولاني لما واحده بتيجي وشها اسفه في الكلمه ضربه السلك وتعبان الى اقصى درجه وعمرها ما راعت بحط كميات كبيره بتكنيك ان ما ينفخش ما هو اصل خلي بالك مش شطاره ان انا احط لك كميات كبيره واطلعك ما فيكيش تجاعيد بس منفخالي كده لا مش حلو مش كده انا بحط حقن كتيره بتكنيك رفعه وغازه فهمتيني؟ مش بتكنيك ملي عرفتي؟ وبستخدم أجهزة وبستخدم معاها خيوط وبستخدم معاها كريمات فبستخدم كم من الأشياء مع بعض بحيث إن أنا زي ما بقولك طيب اسأليني بقى السؤال اللي هو الأساسي طب أنا يا طهرة عملت ده أنا دلوقتي عندي 65 سنة وأول مرة أعمل خلاص؟ وعملت ده السنة دي السنة الجاية بعد سنة هدفع نفس الفلوس ايوه بدل تمن الشنطتين هتدفعي تمن شنطه واحده لان انا حطيت الخرسانه والاساس ومشيتك على ايدج بروتكت سيرم ومشيتك على باري سنة كريم ومشيتك على البروتوكول الانتي ايجينج والمرطبات طب ماشي ماشي احنا يعني بنحلم عرفتي؟ احنا يعني لا دفعنا ولا حاجه احنا بنحلم بس التحسن قد يصل الى 70% يعني وشها يروق ويبقى قد يصل في بعض الناس الى 70% واكثر على حسب هي هتديني وقت قد ايه اشتغل فيه حلو قوي حلو كده احنا نعيش على الامل ده تمام ونحوش وناخد كولاجين بالبق وناخد مضادات اكسده
بالبق بليز، واللي عندها انيميا وحاجات زي كده من وهي صغيره قوي تخلي بالها، لان كله بيظهر على الوش بس. ده اللي عايزه. دكتوره طهره الهيطه استاذ امراض الجلديه والتجميل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونشوفك في حلقه جايه ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه.